أعزائي مشاهدي الوطن في كل مكان، أهلا بكم معانا في لقاء جديد. معكم منى عبد الله، ومعانا لقاء مع أحد صائدي جمبري الفراولة. بعد ما تصدر الترند جمبري الفراولة بعد عرضه في مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي، أصبح كل مواقع التواصل الاجتماعي بتسأل عن كيفية صيد هذا النوع وإيه فوائده، بيتصدر لأي دول، وأسرار كتير هنكشفها لأول مرة. أهلا بيك معانا. أهلا بيك. عرف نفسك بقى وكلمنا عن جمبري الفراولة. الاسم شريف محرم، صياد الجمبري الفراولة، بنشتغل في عمق المية 1200 متر. شغلة الفراولة دي، السمك دون بيتحط في بودرة السمك 7 دقايق، درجة السقوعية اللي بتاعت الماشينة تحط في ماشين، ما تحطش في تلج، بيتجمد تحت درجة حرارة تحت سقوعية 37. بتصدر لأسبانيا، لإيطاليا، لدول كتير من العالم، لان فوائده كتير كويسه. تاني حاجه، السمكه الوحيده اللي ياكلها اللي تعبان، اللي ياكلها مثلا واحد تعبان ما بياكلش الجمبري، ما بياكلش الاسماك دي. هل هو فعلا خالي من الكوليسترول زي ما سمعنا؟ خالي نهائي. ولو جيت تشوفيه في الدول اللي هي الاوروبيه هتلاقيه اغلى سمك بيتباع على مستوى العالم. تاني حاجه، احنا هنا بشغلة الفراولة شغلة صعبة، بنسافر حوالي بتاع 18 ساعة. بيبقى فين بقى اماكن التواجد؟ اماكن التواجد بتاعته على الساحل المصري، على الساحل المصري، بس للأسف البعد عن الساحل نفسه بعيد. احنا بدنا 18 ساعة 19 ساعة سفر بالمركب على سرعة 7 ميل. هو داخل المياه الإقليمية ولا خارجها؟ لا، داخل المياه الإقليمية المصرية، احنا ما بنخرجش براتها. بس هي بقى حتى الذرية بتاعته ضعيفة، يعني بقى قليل الذرية بتاعته ضعيفة. يعني احنا لما نيجي نشتغل عليه لازم نبقى عاملين حساب ان الذرية بتاعته ما تموتش، بتسيب الصغير، الصغير خالص ده لازم يتساب، ما ينفعش نجيبه، لان لو جبناه بعد كده مفيش حد بيشتغل على السلع دي اسمه ان هو يموت الذريه بتاعتها. يعني انتوا بتقعدوا مثلا كام يوم وتجيبوا قد ايه؟ انا يعني احنا بنقعد 20 يوم في عرض البحر، بره ما بيبقاش تحت شايفين حاجه الا السماء والميه. في عرض البحر؟ في عرض البحر، شوفش اي حاجه. ان كان كميه قد ايه ممكن تجيبوا كام طاوله في كام يوم؟ لا مفيش طول، ده كيلوات. كيلوات؟ امال ايه؟ يعني انت مثلا ممكن في ال 20 يوم تجيب لك 500 كيلو 400 كيلو، في ايام بتجيب 300 كيلو بس حسب الحجم. هل هو له ايام معينه؟ طبعا له ايام بيبطرخ فيها وله ايام بينفض البطروخ بتاعه. هو موجود طول الوقت، طول السنه موجود ولا في شغل؟ طول السنه موجود. طول السنه موجود، طول السنه. طب ايه المراكب او مواصفات المراكب اللي ممكن تسرح على جمبري الفراوله؟ اول حاجه، المركب اللي يشتغل على جمبري الفراوله لازم يكون مركب قوي، مركب حديد. المراكب اللي هي الخشب والحاجات دي مجرد ما يطلع على الشغل دون سنه واحده المركب يتكسر، ما عادش ينفع. ليه بقى؟ زور جامد بني برمي سلك طوله 1500 متر. 1500 متر، 1800 متر، يعني احنا بنحسبها بالقيمه مش بالمتر. القيمه بتعمل 2 متر الا ربع. القيمه بتعمل 2 متر الا ربع. المعلومات اللي الفنانه منى زكي قالتها كانت حقيقيه؟ موضوع الامات والامطار وكل المعلومات اللي هي اتكلمت عنها في المسلسل كانت حقيقيه؟ في حاجات حقيقيه وفي حاجات لا. زي ايه بقى؟ يعني مثلا هي بتقول جمبري الفراوله وجايبه له تلج. هو موجود جمبري الفراوله بس ده ما بتحطش في تلج. بتحط في ايه بقى؟ بتحط في ماشينه. ايه الماشينه دي؟ عباره عن ايه؟ دي تلاجه بتشتغل بالفريو زي تلاجه البيت بالظبط، وفي ليزر زي بتاع البيت بالظبط. بس احنا بقى بنحط السمك ده في اطباق لان بتصدر. ايه بتصدر فين بقى؟ بيتصدر ايطاليا، بتصدر اسبانيا، بتصدر في دول كتير في العالم، في اوروبا بشكل عام. ما حدش في مصر بيعرف قيمته. اللي يعرف قيمه الجمبري الفراوله دول الناس اللي هم في اوروبا. حتى لو شفتي تلاقي في احجام مراكب كبيره كبيره فوق ما تتخيلي.
ان انت تشوفيها تقولي كل ده مركب شغال على السلعه دي، يبقى هي سعرها عامل ازاي في بلدها. جمبري الفراوله لما تكشفها جنب العينين بتاعته في كيس، دي معدته، دي معدته، بتشيلها الجمبريه كلها، اي حد هياكلها مش هيتساهل. يعني المكان ده اللي في الراس ده بيتاكل؟ طبعا. لا، الحته اللي انا بتكلم عليها دي بتشال تترمى بس وجميع حته في الجمبريه بتتاكل. اي حد هياكل نوع الجمبري الفراوله عمره في حياته ما ينسى. هل في له طريقه معينه في طهيه ولا نفس الطريقه العاديه التقليديه؟ لا، ده له حاجات تانية. ده بيتعمل شوربه، يتعمل حاجات كتير، وبالشوي، الشوي بتاعه اجمل من اي سمك تتخيليه. لما بيتشوي خش تشوي اجمل من اي سمك تتخيل. شغل الصيد وحضرتك بتشتغل في الصياده وتحديدا في هذا النوع من الجمبري، هل في اختلاف ما بين طريقه صيده وطريقه صيد الجمبري العادي الازازي والانواع الاخرى؟ في طريقه مختلفه. الاختلاف كبيرة. الاختلاف انني بقعد الشغل بتاع الجمبري الازازي بيتحط في طول، بيتبدر التبدير العادي، الشغل العادي، انما ده لو غلطه صغيره خالص السمكه تلاقيها سودت، معلش تتاكل تترمى. ساعة ما تسود معلش تتاكل تترمى. انما السمكة دي بتطلع من المية بنحافظ عليها على قد ما بنقدر، الغسيل بتاعها، النظافة بتاعتها. تاني حاجة بتتوزن، بتحط في طبق فل وتدخل ان الماشين بتتجمد تحت درجة سقوعية 37 تحت الصفر. كل دول هل كل المراكب فيها نفس المواصفات دي؟ لا، مش كلها، مراكب معينه اللي ليها المواصفات دي. يعني المشينه دي ما ينفعش تكون في اي مركب؟ لا ما ينفعش الا يكون مركب حديد عشان يعرف يعمل ايه. ولان اول حاجه لو مؤاخذه في مولدات كهرباء، الماشينه لها مولد بيطلع لها البخار وبيطلع لها الحاجات دي مجهزه. المركب مجهز عشان كده هو سعره عالي. سعره عالي بالنسبه لاوروبا، انما لمصر سعره قليل. بكام في مصر؟ انت لو جيت تشتريه عادي هتشتري ب 200 جنيه لان محدش يعرفه. محدش يعرفه، انما لو اللي يعرفه سعره هيبقى عالي قوي. يعني بتصدر بقى تقريبا بكام؟ يعني الكيلو الجامبو النمره واحد بيعمل حوالي 45 يورو. 45 يورو حاليا. ان شاء الله. ده التصدير. شوفي انت صدرت على 45، شوف هو في بلده هيتباع بكام. ايوه صحيح. طب احنا ما نعرفش قيمه الحاجات دي، لان اي واحد بقول لك عنده سكر، عنده اي يكفينا الشر، اي حاجه وحشه، ممنوع من اكل الجمبري ده ما فيهوش اي حاجه مضره. السمكة الوحيدة اللي تاكليها وانت مطمنه.